صباحكم الله بالخير. من أهم حلقات برنامج بالقرآن اهتديت ثلاثة هالسنة هي حلقة خاصة لأخوي الغالي علي الحبسي، تابعوها وترقبوها هالسنة. اللي خلاني أقابل أخوي علي الحبسي وأن تكون له معي حلقة في برنامج بالقرآن اهتديت ثلاثة أني أبين خلق هذا الإنسان وكيف تعامل مع المسلم وغير المسلم في فترة احترافه. أنا عن نفسي استفدت من حلقته وعرفت أنك بأخلاقك تكسب قلوب الناس وبأخلاقك تهدي قلوب الناس وتخرجهم من الكفر إلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس دخلوا في الإسلام. صراحة ودي أذكر لكم كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة في فضل حسن الخلق، ولكن أنا أطلب منكم طلب، أبيكم تقرونه وراح تشوفون شيء عجيب. راح تشوفون في هذه الأحاديث أن أكثر ما يثقل الموازين يوم القيامة حسن الخلق. أقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة أحسن الناس أخلاق. شوفوا فضل حسن الخلق عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما سئل ما أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. أملوا معي هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.